السلام عليكم. شو بيرديزات كالعادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على البطولة الإنجليزية، لو برومي ليغ، بطولة أول رابطة في العالم، وين شلنا كيفاش اليوم شلنا كارديف سيتي، وين كريستال بالاس، شلنا كيفاش المقابلة، شلنا فيها متعة في الأهداف، متعة في المقابلة ومتعة في الأهداف. شلنا 3 أهداف في الشوط الأول، هدف واحد في الشوط الثاني، شلنا 3 أهداف من جانب كريستال بالاس، شلنا هدف واحد من جانب كارديف سيتي عن طريق الخطأ، وين المدافع مارتين كيلي اللي سجل ضد مرماه في الشوط الأول في الدقيقة 31، بعد ما عدلوا النتيجة، كارديف عدلت النتيجة في الدقيقة 31، بعد ما كانوا منهزمين، بعد نقولوا 28، كيفاش كريستال بالاس وين سجل في الدقيقة 28، لاعب ويلفريد زاها اللي سجل في الدقيقة 28، شفنا مارتين كيلي اللي سجل ضد مرماه هدف التعادل الكارديف في الدقيقة 31، شفنا كيفاش المقابلة الشوط الأول، بعد شفنا الشوط الأول شفنا فيه 3 أهداف، هدفين من جانب كريستال بالاس، هدف واحد من جانب كارديف سيتي. يعني نقولوا بلي كارديف سيتي اليوم خاصة في الشوط الثاني وين كريستال بالاس باللاعبين تاعها في النيات تاعها، عرفوا كيفاش يفوزوا في المقابلة، وعرفوا كيفاش يسجلوا أهداف، وين المدرب راوي هوردين جونسون اللي عرف كيفاش يحط تشكيلة المناسبة في هذه المقابلة، وعرف كيفاش يحافظ على النتيجة في الشوط الأول، عرف كيفاش بالتغييرات اللي دارهم كيفاش يزيد هدف ثاني في الدقيقة 70، وين شناه كيفاش بالتغييرات اللي دارهم، عرف كيفاش يقرأ المقابلة في الشوط الأول أمام منافس، كان نقولوا منافس في الميدان تاعو أمام الجمهور تاعو، وين شنا لوكا اللي ضيع فانيك جيمس، مارك أرتور اللي ضيع فانيك ضيع أهداف، وين أندروس، وين فانيك نشوفوا ميشيل فانيك اللي ضيع فانيك، هذو اللي ضيعوا أهداف في الشوط الأول الشوط الثاني، وين مارتين كيلي اللي شنا كيفاش ضيع، كيفاش فانيك ضيع هدف في الشوط الثاني، هدف الثالث قبل اللي يسجلوا في الدقيقة 55، أندرسون توناستون اللي ماركا اللي سجل في الدقيقة 70. يعني المقابلة اليوم نقولوا كريستال بالاس تلقى سهولة كبيرة خاصة في الدفاع تاع كارديف اللي دار غلطات كبيرة، وين دار غلطات نقولوا حنايا أندرسون، وين عرف كيفاش يقتل المقابلة بالهدف الثالث، أروان وان وين فانيك ببيسكا اللي فانيك هذا من جانب وين نقولوا حنا كريستال بالاس اللي ضيعوا أهداف كثيرة أمام دفاع ما كاش قوي تاع كارديف سيتي، اللي ما كاش الدفاع ما كاش قوي، ما كاش وين المهاجمين خط وسط ميدان تاع كريستال بالاس ما تلقى صعوبات كثيرة. شفنا كيفاش دانيال الواسط اللي ضيع فانيك هدف التعادل في الدقيقة، نقولوا في الدقيقة 43 اللي ضيع هدف بطريقة سهلة كاع، وين شلنا فانيك بوبي رايت فانيك اللي ضيع فانيك جورج، وين ضيع فانيك ضيع فانيك، هذول اللي ضيعوا أهداف أمام مدرب، نقولوا بلي مدرب تاع نيل وارنوكا اللي دار تغييرات بدون جدوى، وين شفنا فانيك سجلوا بولي رايد اللي سجل في الدقيقة 90 من جانب كارديف، لكن بعد فوات الأوان في الدقيقة 90 اللي سجل الهدف. هذه هي المقابلة، هذه هي نقولوا بلي الانجليز بطولة البريمي ليغ لا تعترف بخارج ميدان ولا داخل الميدان ولا امام الجمهور تاعك، ولا عندك فريق تفوز داخل الميدان ولا خارج الميدان، هذه هي. وكريستال بالاس عرفوا كيفاش يسجلوا اهداف، ما ضيعوش اهداف، ماشي كيما تاع كارديف سيتي اللي ضيعوا اهداف كثيرة في الشوط الاول الشوط الثاني، صحيتو ربي يحفظك.